توثيق هذا التاريخ، ولكن جيل بعد جيل ربما ننسى هؤلاء أو يرحلوا عنا. ديما دعنا من الجيل الجديد والجيل الناشئ لها زاوية ثابتة، تكتب دائما عن هذا الموضوع. أرحب بك ديما وأهلا وسهلا بك بأيام زمان. أنت في أيام الآن تعود يعني تأخذين دائما إلى الوراء إلى أيام زمان. أولا شو الزاوية، شو عليش تتمحور؟ هي زاوية تنشر في جريدة القدس كل يوم اثنين، هي زاوية أسبوعية بسرد من خلالها التاريخ من خلال شخصيات، تجارب هذه شخصيات وطنية عاصرت أحداث وظروف الوطن منذ الانتداب البريطاني حتى يومنا هذا. هاي الزاوية بتحكي عن التفاصيل الصغيرة اللي ما بتذكرها الكتب التاريخية والكتب اللي بتعتمد على السرد الممل والإسهاب فيه. نعم، ربما هي تفيد إنتاج أفلام حتى أحيانا، الأفلام بدها التفاصيل الصغيرة. التفاصيل الصغيرة الحلوة اللي نعتبرها ممكن تكون محزنة، ممكن تكون شيقة، ممكن تكون طريفة. إحنا بكتبنا المدرسية والجامعية ما منتطرق لهذه الأشياء، فعشان هيك أنا بشوف إنه أنا كان لازم ألفت نظر الناس لهي الأشياء. ممكن تكون الكتب المدرسية عنا مملة نحفظها بس لمجرد إنه رح نقدم فيها امتحانات وبعدين ننساها، وحتى الجامعية وممكن تكون فيها دقة. هاي الشخصيات بتحكي لنا تجربتهم الخاصة اللي عاشوها بثورات الوطن ونكباته وصراعاته. كل زوايا. ربما لسه احنا يعني عندنا ربما نقص وقصور كبير جدا في مسألة التاريخ بشكل عام. يعني ليس التاريخ الشفوي فقط، يعني توثيق مثلا المجازر التي حدثت مش كلها موثقة، كثير من القرى التي هجرت ودمرت ليست موثقة. بالتالي نحن بحاجة أولا، حتى يعني أنت بتقوم بعمل جبار وكبير ومهم جدا، لكن نحن بحاجة أيضا إلى جمع توثيق من جديد لمناطق واسعة في فلسطين التاريخية مثلا التي غيبت بشكل كبير عن التاريخ الفلسطيني والموسوعة الفلسطينية، والمجازر التي ارتكبت أيضا مغيبة. كنا نتحدث في هذا البرنامج قبل قليل عن طلب اليهود لتعويضات، ونحن الآن في يعني بشكل يومي هناك انتهاكات. انت شايف انه لازم يكون في توثيق اولا عام لكل صغيرة وكبيرة حدثت في فلسطين، وايضا ان تقومي انت ومعك الكثير بجمع كل التفاصيل الدقيقة من اجل فعلا ان يكتمل هذا الفسيفساء. بالطبع انا يعني حبيت اني اكون مساهمة بجزء من حفظ التراث ومن حفظ التاريخ الوطني وثقافته وهويته من الزوال والضياع والتهويد، خاصة في ظل الاستهداف الاسرائيلي اللي بشكل مستمر. صحيح. لانه ينفينا ويمحي هويتنا. فانا كنت حابة ان اكون جزء من اني احفظ هذا التاريخ، وبدعو الارشيف الفلسطيني، الوسائل الاعلام المرئيه المكتوبه والمسموعه انه نساعد بعض على انه نحافظ على هذا التراث ونحافظ عليه، نسجله ونوثقه ونحفظه باكثر من نسخ باكثر من محل حتى ما يضيع، ونثبت انه وجودنا على الارض الفلسطينيه هو اكيد ان شاء الله. طب كنا بنشوف قبل شويه هي، والان بنشوف الزاويه التي تكتب في، هل من متابعه كبيره لك في هذا الموضوع؟ يعني حدا بيتابع كثير الزاوية؟ بصراحة أنا وصلتني كثير تليفونات ووصلتني كثير إشادات بطريقتي اللي بكتبها. أنا بحب أحكي عن الطريقة اللي أنا بكتبها بعدت عن الصحافة التقليدية، الصحافة المتداولة بين الناس، إنه أنا حبيت أكون قصصية أعكس تجربتي بمقابلاتي مع الناس من خلالهم، أشوف أرصد تحركاتهم، نظرات عيونهم لما بيحكوا عن تجاربهم الخاصة، لما بيبكوا، لما بترفع عينهم بدمعة معينة، لما بتذكر أيام الطفولة وأيام الماضي وأيام الناس اللي كانوا يحبوهم. فأنا كنت حابة أني أكون أعكس هاي التجربة من خلال مقدماتي، كيف أنا حسيت حتى أبعد عن السرد الممل المنتشر هالأيام. طب أنت بتحكي وكأنك أنت مثلا يعني في نفس الوقت مؤرخة وأيضا عالمة نفس وما إلى ذلك، تكسش في العيون. عارفين عنك شوي، أنت شو دارسة وين وأي صف وأي شيء؟ مش عارفين شيء. أنا ديما دعنا، تخرجت من جامعة بيرزيت صحافة وإعلام، صحافة وعلوم سياسية، بشتغل بجريدة. فكرت لسه في الدراسة. هذا كنت بدي أحكي عن كتير وصلتني رسائل واتصالات وناس أشادوا بهاي الزاوية، بس في كتير رسالة أثرت فيه كتير بشكل كتير كبير ما صدقت أنها وصلتني، يعني وصلتنا على العنوان الرئيس في جريدة القدس.
من أسير اسمه عبد الفتاح دولة. هذا الأسير إذا من أسرى لأنه زاوية بعدنا عن الأسرى فبدنا نعطيهم حرية واسعة ونحكي عن الموضوع. حبيت يكون الأسرى جزء من هاي الزاوية لأنه هم كمان ضحوا عشان هذا الوطن, ضحوا عشان شعبه. صحيح. ويعني عملوا كتير إشياء في حياتهم فما حبيت أنه أنفيهم. معك الرسالة موجودة؟ موجودة الرسالة, فرح أذكر شوي منها. طريقته وأسلوبه كتير خلتني أثرت فيه. بحكي في الرسالة: اسمحي لي سيدتي الفاضلة أن أطرق عنوانك الذي أرشدني إليه أيام زمان القدس دون سابق موعد أو استئذان, لأتقدم إليك بجل تقديري لجهدك الطيب الرائع الذي يخرجني من ظلمة المكان رغم سماكة الجدران وكثافة القضبان إلى نور المدينة المقدس المذهب. أستنشق رغم الموت ريح عبقة عطرها وبخورها وعطارتها, فتعود إلي الحياة وتنهض ذاكرتي من ضيق هذا المكان لتجول في حارتها وأزقتها ومقدساتها وشوارعها التي لم أحب مكانا في الدنيا قط مثل ما أحببتها, ولم أعش إحساسا وحبا قط كالذي عشته في أحضانها, ولم تنسيه كل سنوات الألم والقهر والحرمان. هذا العشق الذي يستثيره كل مقام ينعش ذاكرتي التي يراد لها الموت في مقابر الأحياء. جميل, شكرا جزيلا لك عبد الهادي. عبد الفتاح دولة أسير في سجن بير السبع. بحب أوجه له رسالة من خلال برنامجكم صباح الخير يا قدس وعبد تلفزيون فلسطين. أكيد بتمنى أن يكون بسمعني أو حتى الأقارب أو الأهل أو أغلب الأصحاب. أغلب الأسرة بيشوفوا البرنامج. بتمنى أنه هيك وصلنا يعني. طيب تمام. لأن أحب أوصل رسالتي أن كان كتير إلها أثر ومعاني كتير كبيرة خلتني أستمر وشجعني أني أكمل مشواري في سرد هذا التاريخ. بتمنى أنه يرجع لأهله ويرجع لأحضان القدس وأحضان أهله إن شاء الله. وشكرا إن شاء الله. وإن شاء الله يعني الأسرة دائما لكم معزة خاصة واكتبوا دائما واعطوا ملاحظات كل أنه أنتم بالذات لا نهمش رسائلكم على الإطلاق كما هي الحال عند ديما. طيب الآن أنت بتركزي فقط على مدينة القدس وحول القدس أم أنه فلسطين كلها مفتوحة لكلامك؟ كثير بسطني بعد الأسئلة عن هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بيقولوا لي إن ليش أنت مختصة بالناس المقدسيين. أنا بحكي أنه أنا لا مش مختصة بالناس المقدسيين فقط, أنا بدأت من القدس كونها العاصمة وكونها لا بديل عنها مهما كان. بدأت في القدس والشخصيات المقدسية مرورا بكل محافظات الضفة الغربية وصولا حتى غزة, وبالتأكيد الشتات واللاجئين كونهم جزء من هذا التراث والداخل طبعا كونهم جزء من هذا التراث وجزء من التاريخ الفلسطيني اللي بتمنى انه نعيد ذكرياته وماضي بحلوه ومره. طرقت باب مهم جدا جدا مهم انه نركز على تاريخنا وفي نفس الوقت نتناول التفاصيل الدقيقه اللي هي بامس الحاجه, لان ربما هي بتشد المشاهد والمستمع والقارئ اكثر من قضايا اخرى. يعني عيالة بيصير مثلا بيحكوا له انه صار في مثلا تهجير في قريه معينه, الناس بهمها التفاصيل كيف تمت عمليه القتل, كيف المراه كانت حامل وما الى ذلك, شو اللي حملته معها. هاي الامور الصغيره المؤثره الانسانيه نحن بحاجه الى توثيق تعزز الروايه. بالتاكيد انا كمان حب كرم هدول الناس لأنهم بحثوا على أساساتنا, لو أنهم ما كانوا موجودين كان كلنا تهولت كل المدينة المقدسة. صح. وكان ما ضل عنا إشي إنه نثبت وجودنا على هاي الأرض. فأنا بكرمهم وبحييهم على جهدهم وبتمنى أني أوصل لكل إنسان فلسطيني عمل هذا الوطن وضحى. أنت يجب أن تكرمي فعلا على انتباهك لهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك ديما دعنا. بس أنا حابة زمان. إذا في مجال معنا مجال تفضلي. أوكي. أنا حابة أشكر ماما وبابا أول شيء الداعمين الأساسيين لإلي. شكرا جزيلا لكم. وطبعا لكل طاقم جريدة القدس لأنهم مساهمين جدا معي, وطبعا ماهر الشيخ رئيس تحرير جريدة القدس ونائب محمد أبو لبدة. بشكرهم كثير على جهدهم ووقوفهم معي وبتمنى أنه يعززوا مشواري حتى نستمر في الحفاظ على هذا التراث. هم بيعطوكي مساحة, ماهر الشيخ والجماعة أعطوكي مساحة تكتبي وانت الباقي عندك انت, يعني انه تبدعي وتستمري في هاي الكتاب. وانا متأكد انه في جريدة القدس راح يحتضنوكي ورحبوا فيك اكثر. اكيد طبعا تكوني دائما موجودة لان تضيفي للجريدة ايضا, جريدة عريقة ولكن تضيفي لها بهذه الاشياء. شكرا جزيلا لك ديما دعنا. ننتقل الى فاصل اعزائي المشاهدين ثم نتابع.